خير. ضيفنا اليوم ضيف أثار الكثير من الجدل. ضيفنا اليوم عنده نيشان، الكلام ديالو صريح، ما كيعرف لا هكا لا هكا. ضيفنا اليوم البطل العالمي في الكيك بوكسين سي مصطفى الخصم. سي مصطفى الخصم، مساء الخير. اش اخبارك؟ صحتك لاباس؟ وشي وادك على سلامتك. اذا اول فقره عندنا هي فقره مثير للجدل، وانت مثير للجدل. غادي نشوفوا واحد لا فيديو دابا ونهضروا عليها. عيطتيني دابا عاد وكتسب لي في الطاسيله في مي في الدين في كلشي ما خليتيش، قلتي غتوريني غتربيني غتقول لي. اولا انا ما قلت حتى حاجه اللي ماشي هي هذيك، هضرت عادي داكشي اللي كاين قلتو، ما سبيتك ما هبطت بك ما درت والو. كليتي قتل هاد العصا باينه، كليتي قتل هاد العصا حيت قلت لك ما ترينيتيش. مي دابا بغيتي كتبني وتقول لي انا غندير لك غنفعل لك، اش غدير؟ قبيح مع راسك. لا ماشي قبيح مع راسي، انا بعدا خلعتيني انا وتخلعت. لا ماشي هدف نخلع، هذيك غير جات سبونتان باسكو انا جاني لابيل ديالو، الهضره ديالو ما عجبتنيش وداكشي علاش ديك الساعه وهضر معايا قال داكشي اللي ما خصهاش تقول. اتصل بك في التليفون، هو في التليفون كاميرا وي وقال شي حوايج اللي تحت الصنطه اللي ما عجبونيش وداك السب وداكشي وقطع ليا. انا عندي التليفون كيسجل، عاود شفت داكشي وما قدرتش نجاوب. داكشي علاش انا ديك الساعه درت فيديو، انا كنت في لوتر ديك الساعه درت فيديو وفريمون قلت داكشي اللي كان في راسي وصافي وقلته صافي. مي داكشي دابا الحمد لله راه داز والامور تقادات ولكن سي مصطفى هو عيط لك في التليفون بينك وبينه باش قال لك هذاك الهضره، علاش انت خرجتي لمواقع التواصل باش جاوبتيه؟ كنتي انت تعيط له في التليفون وتجاوبه وتسبه حتى واحد ما يسالك الخبر، بغيتي دير الباز. الهضره خاوي شنو الباز؟ الهضره عامره. واش بديتي كتقلبي عليا من دابا؟ لا باقي لا تزيد شويه. انا هو اللي ما كنقلبش ندير الباز. البوز اغلبيه البوزات هما باد بوز. باد بوز هو بوز خايب، بوز نيجاتيف، هذوك اللي كيبانوا. ما داكش اللي كدير شي حاجه بوزيتيف بغيت دير بها البوز ما كيداروش. والبوز انا ما كنقلبش على البوز. انا هاد المشكل طرا باسكو خلاني ما خلانيش نجاوبو. وانا مي عيطت ذاك النمره اللي عيطت لي بغيت عاودت عيط لها طفاوها عليا. داكشي علاش انا ديك الساعه خصني نرد عليه وانا عارف غيشوف الفيسبوك ديالي وغتوصلوا الهضره. داكشي علاش درت هذا الفيديو باش نوصلوا الهضره اللي بقات فيا انا، حيت انا ضريت منه. قال لي داكشي وقال لي ما خلانيش نجاوبه، ما خلانيش كاع واخا كاع نفهمه. ما يمكنش واحد الانسان غادي يهز التليفون وغادي يشبع فيك سبان الا انت ما درتي ليه والو. شنو درتي انت قبل باش هو كانت ردت فعله بحال هكاك؟ انا درت واحد الكومنت على خوه، ماشي حتى عليه هو. جبدتيه؟ ما جبدتوش. شنو جبدتو؟ اش غنجبد؟ ماش غنجبدو؟ واش بيني وبينو؟ انا ما بيني وبينو والو، انا بيني وبينو غير خير. حيت ربح مثلا؟ انا كنعرف شنو ربح. ربح في واحد النزال ديالاش ما ربحش، حيت ربح زعما وبقى في كل الحال وداكشي علاش خرجتي في هذاك. كل ربح كاع ما يبقى فيه الحال، كل ربح حمرنا وجهنا. يعجبك الحال؟ بيان سور يعجبني الحال، راه كيطلع الرايه المغربيه هذيك. واخا كما كان الحال راه انسان ملي كيكون مغربي، علاش هذه شحال هذه ما هضرت عليها؟ علاش شحال هذه ما هضرت على شي واحد؟ كنهضر شي واحد ملي كيكون شي واحد كيدير شي حاجه مزيانه راه ديما كنهضروا عليه. بالحق ما عمرنا ما هضرنا جبنا شي واحد. بالحق مي جبدني كيجبدني الانسان. شوف مي كيجبدني الانسان، انا ماشي شي واحد اللي كنجبد جبد شي واحد او كنكريتيكي شي واحد. انا كنكريتيكي شي حاجه اللي دار المجتمع ولا دار المغرب ولا دار كنكريتيكيها ونهضر عليها. مي اون بيرسون اللي
سبورتيف وخسر وماذا ما نكريتيكيش. شنو كتبتي في الكومنتير؟ ما كتبت والو، انا ما عجبنيش. شوف داكشي انا قلت حنايا هضرنا على الماتش، بين الماتش حنا هذه الرياضه ديالي والفن والحرب، حنا عارفين كتربح وكتخسر، كتاكل العصا ولا كتعطي العصا. هادشي في فن الحرب ما كنقدرش ناكل العصا، لا هادشي كتاكل وكتوكل. مي شنو ما عجبنيش انا الخوه اللي كان دار واحد الكومنتار، هذاك الشيء علاش انا قاعد درت ذاك الكومنتار، انا ما كنكومنتاش على شي حاجه نورمالمون. مي ما عجبنيش مي خوه ديك الساعه كان دار واحد الكومنتار في فيسبوك ديالو ولا في انستغرام ديالو، قال بينا راه خوه بالنسبه لي هو راه ربح وراه بقى كيحسب لنا لي بوان اللي كيدايرين وعاد دخل فيه بين الريفري الاربيت هو كان راسيست من هكا ودخل الدين فيه ودخل. انا قلت له ما ندخلوش الدين والعنصريه في الرياضه، ما نديروش شي اكسكيوز للعالم كامل كيشوف بينا ها هي هكا، وانت بوحدك كتقول لنا غتبغي تفهمنا حنايا كاملين العالم كامل تفهمنا بان داكشي راه ماشي هو هذاك. انا داكشي ما عجبنيش، حنا خسرنا غادي ناخذوها وغنديروها في راسنا غنرضيو بها باسكو حنا درناها بيدينا، باسكو ما تريناش غنمشيو غنترينيو ونبين عاوتاني للجمهور ديالي بان ام باك انا وليت وهاني راني يعني قديت ربح. اذا انت دائما نزال في الحلبه، ضربه في الحلبه، هادشي اللي ولفنا على مصطفى الخصم. دابا ولينا كنشوفوك مضارب في فيسبوك. لا ماشي مضارب في فيسبوك، نزال هذاك هو بالنسبه لي انا نزال. لا شوف انا نقول لك واحد القضيه، ما يعني انت ولفناك كاين شي حوايج مصطفى ولفناك واحد يعني مستوى انك ما كتنزلش لهذاك المواصل. لما كنزل دابا كاين شي حوايج اللي ما تقدش توصلهم لشي ناس الا بفيسبوك ولا بانستغرام كي كيقولوا سميتو مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي هذا هو دابا اللي ولا في العالم كامل، اللي بغى يقول شي حاجه كيقولها في انستغرام ولا في فيسبوك وكتوصل. ها هو انا مي هضرت مع على ابو زيد، وصلت دي مليون ديال الناس ما شافوا هذا الفيديو. حنا ملي كنبغيو نقولوا شي حاجه كنقولوا شي حاجه اللي ماشي كنقولوا شي حاجه باش نديروا بوز، كنقولوا شي حاجه اللي بغينا الناس توصل. شي بغينا شي حاجه اللي ممكن كدار الشعب، ممكن كدار المغرب، ممكن كدار دارني انا، واش ولا كنهضروا بحال دابا انا عاوتاني كندير لي فيديو بين كان شي هاد العمل جمعوا اللي كان شي واحد مريض وخصنا نجمعوا له، ندير انا فيديو كنعطي وجهي وكنقول فيديو شوفوا الناس حنايا عندنا واحد السيد مريض وهذا وخصنا نتعاونوا معاه، خصنا قدا وقدا جمعوها لنا ونديروا باش نعاونوا نديروا العمليه. حتى انا ماشي يقلب البوز ما كتخسرش، البوز راه ما كيتقلبش. كاين الناس اللي بروفيسيونيل كيقلبوا فيه فريمون، كيقلبوا فيه كيعرفوا يديروا داك الشيء. ما انا ماشي يوتيوب ولا ماشي فيسبوك اللي كنقلب على البوز. وابو زعيتر مني شاف وصلوا هذا الفيديو هذا جاوبك؟ عيط لك؟ اعتذر؟ جاوب شنو وقع من بعد؟ لا داك الشيء تقاد بيناتنا صالحتوا ولا عادي صافي ماشي تصالحنا، ولكن مي صافي داك الشيء برد وكل واحد عارف مكانته وصافي داكشي. اذا سي مصطفى الخصم تعذبتي بزاف وانت بطل عالمي، ودائما كتقول بانك ما خديتيش حقك اللي كتستحق، واش بصح ولا لا؟ انا خديت حقي من الشعب المغربي وخديت حقي من الحب ديال المغاربه الحمد لله. انا ما خديتش حقي ماديا. لكن خديتي وسام ملكي. وسام ملكي الحمد لله خديت جوج اوسمه ملكيين. أيوة. عندي جوج هذا المسيد لانسلو عطاهم لي وكبر بيا، هو اللي عطاني كاع ذاك الكوراج اللي كيقولها، عطاني واحد شجعني باش نزيد نقدم للمغرب الحويجات، واخا كاع سالي بلا كارير ديالي
زيد قدمت بالعمل الجمعوي بالحوايج اللي قد ننفع بها المغرب والمغاربه. وهذا هو ذاك الجوج الاوسمه هما اللي خلوني نزيد لقدام نكمل. مي كون جات غير من داك الشيء اللي ربحت من المغرب غير خسرت. انا بالنسبه لي انا كنقول الحمد لله، مي انا بالنسبه لي المغرب ما ربحت منه والو. انا لا فيدراسيون كلاتني الناس بزاف ديال النية. انا تربيت في واحد القضيه، انا تربيت في المانيا والتربيه ديال الوالد ديالي شلاح من موزان ما قاريش بالحق، داير بحال التران، كلمته كلمه وما يوليش عليا. وهكا تربينا بان الانسان يعطيك كلمه خصك تموت على الكلمه، تعطي الكلمه لشي واحد واخا تخسر. نخسر اليوم نخسر، نعطيك ندير انا نعطيك كلمه عليها وما كنتش نوفر بها، نمشي ندبر ونخلص شي حاجه باش نوفر، واخا نخسر نبقى في كلمتي. وهذا الشيء هكا انا تربيت. من جيت المغرب صبت هذا الشيء، واخا تعطيه ماشي كلمه، تعطيه شنو نقول لك، خلينا على الله. ما الكلمه ما كايناش، واحد 90% ما كاينش الكلمه، 10% كاين مازال الناس اللي عندهم الكلمه، مي 90% ما كاينش كلمه. تعطيهم الشيك، تعطيهم الناس كيخدموا غير بالكلمه. قلت كنقول انا الشيك يخدم بالشيك ولا يخدم بهذه، داك الشيء خطير عندي انا. الراجل اللي ما عندوش الكلمه راه ماشي راجل. اكيد. انا كنقولها وكنعاودها اللي فين راهم؟ لقينا بقاو عندنا غير الذكوره. باسكو الانسان اللي يكون راجل يكون نوقف قدامك ونقول نشوف وجهك ونقول لك هذه وهذه وهذه وهذه، من دور وتشوفني مره اخرى وتقول لي هكا يا ودي بالحق. كاين الناس انا غنحشم، انا ما نقدرش نولي نشوف فيك. ما رضاش نشوف فيك باسكو كذبت عليك ودرت. مي كنشوف الناس واخر كيجيبوسك وعندك تقول لك واحد الله بخير لاباس، بحال ما عمره ما قال لك شي حاجه ولاك شي ما كاينش، فهمتي؟ هذا الشيء شويه صعيب. وانا ما تربيتش هكا، داكشي علاش جيت تضطمت شويه، تضطمت ماشي شويه، تضطمت بزاف. حيت تغير عليك كل شيء، الثقافه كل شيء تغير عليك. اذا سي مصطفى انت انتصرتي في 70 نزال، خسرتي في 35 بالضربه القاضيه. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه تبارك الله عليك، داكشي علاش انا راه جالسه وشداني الخلعه. لا هادشي فام ما عمرها شدها الخلعه من الراجل. ولكن شي سؤال ماشي هو داك، تعطي الضربه القاضيه. واخا تكون كما كان قلت لك، ما عمرها ما تخلع تشدها الخلعه من الراجل، تشدها الخلعه من ذكر ودار من شي واحد ماشي راجل. اكيد. اذا انت انتصرتي 70 تبارك الله عليك، 70 نزال في الحلبه، 30 اللي كانوا بالضرب القاضيه وخمسه ديال هذا حتى هو مثير للجدل. كيفاش كتقدر دير بحال هكا؟ شنو السر ديالك؟ السر ديالي سيريو، السر ديالي كان لونطريمون سي تري سيريو. ملي كتكون عند البطوله كتخدم باش كتعرف عندك 12 جمله خصك تدرب على ديك 12 جمله باش توصل. انت تدرب على 15 جمله ولا 17 جمله باش ديك 12 جمله تقد بهم. داكشي علاش في لونطريمون خصك تكون تري سيريو، تكون معقول، كتخدم بالنفس، تكون كتنعس مقاد، تكون كتاكل مقاد. حنايا بزاف في لاكارير ديالي بزاف الحوايج ما قديتش نديرهم باسكو غيهرسوني في لاكارير ديالي. علاش؟ دابا بحال دابا مرة كنت كندير شي سيكار هكا، ما عمري ما قد ندير هكاك. دابا قد نسهر، نمشي نخرج برا نسهر غير. انا ما كنشربش، واخا كنبان لك سكران، انا هكا ما عمري في حياتي شربت الكحول، وما عمري ما كميت الكارو هكا ولا دروغ ما عنديش معها كاع. مي انا ناشط بوحدي، انا ملي كنخرج مع صحابي نموتوا بالضحك ونضحكوا، يقولوا هذا غير سكران، وهذا ما سكران غير زيرو. ولكن كتاخذ السيجار، كنشوف لي ستوري السيجار. السيجار مره شي سيجار كنبوقوا به، ماشي كان كتبان به، كنبانوا به شويه، وكان بعدا نشدوا شي حاجه في يدينا. لا ما كان كوره حتى حنايا، راه حنايا كاينين، راه واعر واعر الله. اذا قلت لك
هذا هو السيكريت، كتكون سيريو. وملي كنت كنلعب على المغرب ولات عليا سيريو كثر. علاش؟ باسكو وليتي كطلع الرايه ديال بلادك وعندك مسؤوليه على هذيك الرايه وعندك مسؤوليه على تفرح داك المغاربه اللي تابعينك واللي كيكونوا فيغ دي توا واللي كيبغيو باش تروح. ما عمرك تخسر وتقول لك اه ولي خسرتي كاع، تخسر بواحد بين عافو بين تقاتلتي وخسرتي وربي ما جابش. مي ما عمرك ما تخسر بواحد الطريقه يقول لك هذا شو هنا هذه انا ما عمري ما كنت نقد نرضى بها. داكوغ، اذا دائما في اثاره الجدل. مصطفى الخصم دخل السياسه، فين ترشحتي وعوال تعاود ترشح ان شاء الله في انتخابات الماجيه ان شاء الله؟ رياضه، انتخابات، اش بغيتي دير انت بالضبط؟ ايوا الرياضه سالت، الرياضه سالينا، ونبقاو في فيدراسيون، نبقاو في الرياضه، نكبروا اجيال رياضيين. انا حاولت نكمل في الرياضه وندير، مي ما تقدرش باسكو عندنا في المغرب كاين الناس اللي شادين لي فيدراسيون بحال دابا الفيدراسيون ديالنا. غتجي انت غتبغي تبدل شي حاجه في الرياضه وغتقول لهم لا، الابطال خصهم ياخذوا الفلوس، خصهم يمشيو للوتيلات، يسافروا، خصهم ياخذوا لوتيل مزيان، خصنا نكبروا بهم، خصنا نعطيهم الماكله مزيانه، خصنا نبينوا واحد الصويره برا المغرب بان ليكيب ناسيونال ديال المغرب راها حتى هي عندها قيمه. ماشي غنحطوا باش نجمعوا فليسات داكشي اللي غنديعوا غنحطيو في جيبنا، باش غنديهم الاكسس هوتيل، ناكلهم اكفز ماكله، نديهم الاقتصاد الماكسيموم ديال الاقتصاد باش حنايا ردوا معنا فليسات باش هادشي اللي كتقول السي الخصم خطير. لان في هذه الحاله واش الميزانيه المخصصه لرياضه الكيك بوكسين ميزانيه ضعيفه بالنسبه للرياضات الاخرى، وانها رياضه اللي ما عاطينهاش قيمه، او ان عندها ميزانيه كبيره ولكن ما كتبانش هذه الميزانيه؟ لان هناك فرق. كاين واحد الفرق. ما لا 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 فيدراسيون عندها واحد البيدجي، بحق ماشي بيدجي كبير، بحق عندنا عاوتاني مدخول من 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 لي ديبلوم، لي ستاج، لي سينتور، عنده واحد مدخول كبير بزاف. وهاد المدخول وهاد وعاد مازال ملي كتسافر ليكيب ناسيونال كاين واحد البيدجي اللي كتعطيه الوزارة الشباب والرياضة اللي كتعطيه. دابا هما كيدخلوا واحد مليار ولا مليار ونص في العام بلي ديبلوم، بزاف عندهم بزاف ديال لي سورس اللي كيدخلوا منها الفلوس، ياك؟ وعندهم واحد البيدجي. دابا هما كيبقاو يديروا لك الانشطه صغار، مي غتجي تخرج تمشي لتايلاند ولا تمشي للبطوله الافريقيه ولا تمشي شنو كيديروا؟ كيجيبوا الناس الشباب اللي ما عمره ما خرج كاع، ولا يمكن كاع مسكين غير دراوش، هاد الرياضه كيديروها غير الدراوش، وكيديهم باش ما كيحللهمش عينيهم، كيديهم ديريكت، كيديهم اللوت. انا عشت هادشي، انا هادشي عشته باسكو انا مشيت واحد المره للبطوله الافريقيه للكابون، وديت ليكيب ناسيونال ديالهم. كارثه. من ديك النهار انا وليت حطيت صوات، باسكو داونا البريزيدون ناس 5 ايطوال ودراي ما نعسوا في بلاصه ما تعطي، قلت لهم غير الموسكيتو الناموس، لا كليم ما خدامش في ذاك الهوتيل، الفراش قد هذا ناعسين عليه جوج الابطال اللي خصهم لا غدا يلعبوا. كاين علاش؟ غير باش نقتصدوا الفلوس باش غتولي الجيب. هادشي اللي انا قلتها لهم، قلت لهم انا هما شنو ردوا عليا؟ قال لي بغيتي دير، بغيت تمشي معنا في هذا الخط سير، ما بغيتيش حنا 25 عام، ديك الساعه كانوا 25 عام وحنا خدامين هكا، جي انت تبدل هادشي. قلت لهم انا ما نقدرش ناخذ هادشي على رقبتي.
هادشي اللي كاين والان مازال وشحال وانا كنتشكى وشحال وانا كنقول وكنفضح وكنجيب الابطال الاخرين اللي كيهضروا الرياضه هذا ما معطيهاش يعني واحد القيمه. كنشوفوا بان الابطال اللي عندنا الابطال العالميين دائما تيجوا من برا مغاربه ولكن خالقين وزايدين وعايشين برا. يعني ما عمرنا شفنا واحد البطل مغربي اللي تخلق في المغرب وتربى في المغرب ولعب في المغرب وجاب البطوله في المغرب. اذا دابا انت عطيتينا الجواب علاش دائما تنشوفوا هاد هاد المشكل هذا. نعطيك واحد القضيه اخرى. شحال ديال الابطال اللي تخلقوا في المغرب وتكونوا في المغرب شويه ياك وداروا بطولات المغرب ولعبوا وداروا بطولات بالحق ديما كانوا مطفيين حتى النهار اللي حرقوا الاوروبا. عاد الناس عاد ولاو كيبانوا عاد ولاو بحال ولاو ديريكت ابطال في اوروبا ولاو كيديروا البطولات العالم عاد ولاو المغرب مرحبا بكم اجيو كيجيو يجيبوهم يتصوروا بهم. مامي كانوا هنا ما كانش عاطينهم قيمه وهما لا فيديغاسيون غير ما جبدلهاش الفلوس. دابا كاين المغاربه كيقول لك حنا نجي نلعبوا فابور غير نمثلوا بلادنا كيقولوا مرحبا كيجيبوهم حتى عندهم هادشي كلشي ربح. هما كيتصوروا بهم بان هما راهم عندهم ابطال مغاربه والاخرين راهم بغاو غير يلعبوا بلادهم. دابا تعرف واحد القضيه كاين واحد هاد المغاربه هذا اللي فيهم هاد الحماس وهاد الحب للوطن وبغاو كيبغيو ومي كيحرقوا لبرا وكيوليو ابطال برا الحلم ديالهم هو يجيو للمغرب مثلوا المغرب ويشوفوا اصحابهم وعائلتهم يشوفهم كيلعبوا في المغرب. هذا وهذا الشيء كيبروفيتيو فيه لا فيديراسيون. اذا ربما هذا هو السبب اللي غيخليك انك تدخل السياسه. ربما انك بغيتي تغير هاد يعني وتحاول انك تدير حلول لهذ المشاكل هذه اللي في رياضه الكيك بوكسين اللي هي الرياضه ديالك. اكيد غيكون هذا هو السبب. برافو عليك. هذا من واحد السبب اللي عندي باش نقدر نبدل باش قد عندي تكون عندي. دابا انا جالس معاك كنهضر عطيك البوفوار يكون عندك السلطه. دابا كنهضروا غير كنهضروا ماشي كنهضروا في الخاوي كنوصلوها للشعب وكنوصلوا مي باش نبدلوا شي حاجه ما غنبدلوا والو. دابا غير الهضره مي غتدخل السياسه ولا غتدخل البرنامج وغتفرض راسك وغتقول اعطيوني عطيني السؤال ديالك عطيني شنو هذا المشكل هذا وشنو هذا علاش هادشي هكا داير علاش فهمتي كاين عندك تفرض راسك. وهذا من واحد من الاسباب اللي خلاني ندخل الرياضه. انا السبب الاول دخل السياسه ولا الرياضه؟ دخل السياسه اسمح لي ندخل السياسه باسكو انا في الاول مشيت كنت في البلاد ديالنا شفت هو تم بزاف ديال المشاكل البلاد ما مخدوماش في المزارع كنت بزاف ديال الحوايج ما مقادينش وزعما انا ما نقدش نمشي عندي ذاك العصا السحريه العصا السحريه باش نبدل. مي انا غندير السبب ديالي اللي نقد داك الشيء صغير ونقد نبدلو ونقد نبدل شي حاجه في الرياضه نقد نهضر من نكون عندي البوفوار باش نهضر في بلاصه الشعب نقد ديك الحقره انا ما عندي الحقره ما عنديش معاها وكنبغي اللي كان شي واحد محقور واخا ما تكونش عندي لا بوفوار ولا كنشوف باش نوقف معاه. احنا عندنا هذا هو المشكل اللي عندنا هنا في المغرب مازال كاين مازال الحقره وكاين بزاف الحوايج اللي ما كياخذوش الناس حقهم. سيدنا كيدير بزاف سيدنا راه كيمشي للمغرب كامل داز بالحق سيدنا ما قدش يدير كلشي بوحدو اللي ما كانش الناس شويه معقولين ويتعاونوا معه ويتبعوا ذاك الطريق ديال سيدنا تبعوا غير داكشي اللي كيدير حنا نديروا غير قد هكا نديروا غير 1% داكشي اللي كيدير هو اكيد غادي نوصلوا غنقدروا نوصلوا. مي خصنا يكونوا الناس يدخلوا السياسه. دابا حنا عندنا واحد المشكل في المغرب كيقول لك هاد السياسه شفارين هاد السبب. لا واخا حنا هاد الناس كاينين شفار حنا ما نقولش ما كاينينش كاينين وراه كلاو البلاد طحنوا البلاد. مي دابا حنايا الناس لي جون لي الناس لي بغاو اللي كيبغيو البلاد اللي بغاو يزيدوا البلاد لقدام بغاو يشوفوا مستقبل لولادهم ولولاد ولادهم هاد الناس خصهم يدخلوا يستمروا في, في 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 السياسه باش يقدروا يبدلوا شي حاجه باسكو باش يدخلوا الناس معقولين للسياسه وماشي اي يعني حيت دخل السياسه تولي شفار. لا انا ماشي شفار وانا ما محتاج حتى واحد. انا اللي بغيت نعيش حياتي ترونكيل بغيت خير نمشي نخرج لشي بلاد ونمشي نتشمش. انا كتجيني النفس على هاد البلاد وكنبغي هاد البلاد وداك الشيء علاش
وكنبغي ولاد البلاد، كنبغي المغاربه بحال اللي كنحس بان هما كيبغيوني. انا كنبغيهم بحال معناتها كنحس بهم هما كيبغيوني. داكشي علاش انا بغيت نعاون، بغيت نشوف اشنو كنقدروا نبدلوا شي حاجه، نبدلوا الوضعيه ديال 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 الشعب. وكتظن بانك الا كنتي في البرلمان يعني ممكن انك تغير هذه الوضعيه، ولا انك كتطمح انك تكون وزير الشباب والرياضه اللي في هذا المنصب هذا هو اللي هو اللي ممكن انه يخليك انك تحاول دير واحد التغيير؟ او اعطيوني غير ندخل بعدا ونشوف باش تكون عندي واحد الكلمه. ما بغيناش نمشيو بعيد ودغيا وزير الشباب هذا ولا شويه، لا خليونا غير نوصلوا باش نقدروا نوصلوا الصوت ديال الشعب. الصوت باسكو اللي قدينا نبدلو، نبدل انا شويه وواحد اخر يبدل شويه وواحد اخر، نقدروا بشويه بشويه نبدلو. كما قلت لك راه سيدنا شاد واحد الطريق وحنايا خصنا نتبعوها باش نحيدوا داك الشفاره اللي دابا كي 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 ياك ونشوفوا باش داكشي يولي نقي، نقيو داك البرنامج، نقيو داك الناس اللي مسؤولين وما صالحينش، هذوك اللي خصنا نقيو. وما نقدوش نقيوهم للناس كيقول لك انا ما مشيتش نصوت اصلا هو اللي شفار، والناس كيقول لك انا ما قدرتش ندخل للسياسه باسكو كلشي شفاره، وغيبقى هادشي هكا. إذا خص يكون واحد التعاون. إذا سي مصطفى الخصم سالينا الفقرة الأولى اللي هي مثير للجدل، ونعود بعد قليل باش نشوفوا الفقرة الثانية اللي هي ردة فعل. إذا مع الفقرة الثانية اللي ردة فعل غادي نشوفوا مع سي مصطفى الخصم. إذا ردة فعلك كيفاش كانت ردة فعلك مني توصلتي بتهديد من أبو زعيطر هدك؟ لما أنت بغيتي حسين هضري مع أبو، لا واحد التهديد حيت انا راه يهددني شي واحد مصيبه. لا شنت ما كاين تهديد، وانت ما كتخافش؟ انا كنخاف. دابا التهديد داكشي انا كلشي شوف ديك خاوي داكشي كلشي كان والتهديد ما كانش يهدني. كيفاش كان التهديد؟ شوف شوف نقول لك واحد القضيه. لا لا بغيت نعرف التهديد كيفاش كان، لانك تهددتي. اشنو تهديت؟ اشنو تهديت؟ سبني وهذا وقال لي بلاتي وصافي. هذيك بلاتي اشنا كان فيها؟ شنو غيكون فيها كاع؟ ما كيخلعش داكشي، ما كيخلي دابا، ما كنحسبوش التهديد، ما هي باش نخاف زعما راني غنتهدد، لا هذا خاوية، قلبي لنا الموضوع. إذا تنصب عليك من ناس قراب لك، كيفاش كانت ردة فعلك؟ وتنصب عليك بزاف د المرات. كيما قلت لك ما كنتش تقول تنصب، تنصب عليك، مي هادشي كيطرى وكتعلم فيه، دابا أنا كلشي أي حاجة غير ما تقيسليش صحتي وعائلتي ما عنديش مشكلة تنصب عليا ماديا، ماديا ربي كيخلف، غير انت كتعلم كتزيد تعلم ملي كتنصب عليك وكتراك شي مشكلة شي راه كنتعلمو في الحياة. كتعلم مرة ثانية ماشي دائما. لا انت ماشي دائما. دابا حنايا شوف انا عندي واحد النية، ما عمري ما كنشوف فيك خايب، انت ما مزياناش، يعني كيكون الانسان قدامي ماشي كنقول النهار هذا ما مزيانش هذا نصاب هذا، لا كنعطي كل واحد الفرصه ديالو يتعامل معايا يهضر معايا، واللي دار شي حاجه ماشي هي ديك عاد كنعرفو، ما نخليش دابا واحد يقول لي عليك انت ما مزياناش انت هذه نصاب، نقد ندير شويه اتونسيون مي ما نطبقش عليك بان راكي ما مزياناش ولا داكشي، كنعطيك لا شونس باش نتعامل معاك باش ندير كلشي، وهذيك باش كتعلم. وفريمون انا النيه ديالي الحمد لله، واخا تنصاب وخسرت المال ديما ربي راه كيخلف وما عنديش مشكله، كنتعلم انا هادشي عندي بحالي راني في واحد المدرسه ملي دخلت المغرب غادي بحالي كنقرا كل مره كنتعلم شي حاجه، ديما كنتعلم شي حاجه جديده، اذا ديما كنزطم جديد. كتعاود من الاول السبيطارات ديال المغرب. ايوا ملي كتمشي كتدخل السبيطار، انا عارفك انت ما غاديش تدخل السبيطار، يعني غادي تمشي عندك لي مويان باش تمشي للكلينيك، ولكن بقى في كل حال انك ملي تتشوف السبيطارات المغرب وكتشوف هذوك الناس بقى في كل حال، والناس تفاعلوا معك وعجبهم الحال انك هضرتي على السبيطارات ديال المغرب، اذا كيفاش كانت رده فعلك ملي شفتي داك الحب ديال الناس؟ لا بيان سور سي في بليزير الناس تعاطفوا معاك وقال لك عندك الحق وهذا، مي خصنا بالحق نشوفوا السبيطار ديالنا شنو ناقصهم انسانيه.
ناقصهم بزاف الحوايج بحق الانسانيه. الانسان يحن في واحد اخر، يحن في المريض ماشي بروفيتي في المريض. كاين دابا حنا عندنا واحد القضيه، اللي طاح في يد شي واحد كيخرج منه الزيت. هذا هو المشكل اللي صبت فريمون في المغرب. اللي عنده شي بوفوار وواحد جاي كيحتاجه في شي حاجه واخا يكون غير في الملي، وهذاك المريض غيحتاجه كي الفيرمي كيشوف باش يخرج منه الماكسيموم. بلاصه اخرى شي اداره شي حاجه. دابا ما نعموش ما نقولوش كلشي، بالحق واحد اغلبيه ديال الناس كيبروفيتيو في داك البوست اللي فيهم. وشوف اش كيبروفيتيو، كيف بروفيتيو في الدرويش، في اللي ما عندوش كيزيدوا يعصروه. انت عندك واحد الجمعيه اللي كتعاون او كتساعد، يعني في زمن كورونا فساعدتي بزاف ديال الناس وباقي الحمد لله كتساعد، يعني شنو اللي خلاك دير هذا العمل الجمعوي؟ شنو بان لك؟ هذه انسانيه اللي خصنا نديروها. شوف اللي مسك عليه الله شويه، واخا ماشي هكا مسك عليه شويه قد يعاون شويه. لا ربي كيعطي. انا نقول لك واحد القضيه، انا كنامن بواحد القضيه، ملي كتعاون مي كتعاون وكتعطيه من عندك ربي كيعطيك. اكيد راه ما عمرك ما كتبقى اون بوان. دابا خصك تعرف واحد القضيه، دابا الناس كيقولوا انا ما عنديش، دابا انا ما عندي، انا واش عندي 100 درهم جيبي واحد احتاجها نعطيها له ويبقى انا بلاش؟ فهاد غير ربي غيجيبها ولا غنمشي للدار نقدر نسيبها عاوتاني. فهمتي؟ الانسان خصو يقول ديما، يقول راه الرزق عند الله، ماشي دابا غنعطي هذيك ربي دير مزيان وتلقى مزيان. اكيد. وعندك شي باش وانا كيعجبني نفرح بنادم، كيعجبني هكا هذه الجمعيه هذه باش لا فونداسيون مصطفى الغسان، باش بقينا اولا كنكمل نخدم بلادي، نتعاون مع بلادي ونتعاون مع الناس الضعفاء اللي يقدروا نفرحوهم. انا اغلبيه نشوف دار العزازات. العجزات كيقولوا العجزة العجزة الخيريات ديال الدراري، الخيريات ديال سمي كيقولها أطفال، أطفال ديال كيقولها التجارة الخاصة، كيقولها هذيك كيقولها المتخلى عنهم أطفال، لا ذوي الاحتياجات الخاصة. الاحتياجات الخاصة هي هذيك ذوي الاحتياجات الخاصة. تما هذوك الناس اللي كيحتاجوا من اللي ما عندهمش شي واحد اللي يوقف معاهم. دابا كاين ناس كبار في دار العجزات اللي ما عندهم حتى واحد، اللي ما كاينش شي معاونه من شي جمعيات محسنين او جمعيات منا حنايا نتعاونوا معاهم، ما يقدرش ما يلقاوش الدوله ما تقدرش على هذا الشيء. الدوله راه واخا كتعاون شويه ما تقدرش تعاون كلشي بالحق. ديك الساعه باش اوروبا قويه من الناس كيتعاونوا بعضياتهم، الجمعيات كاين جمعيات النسويه، كاين جمعيات ديال الطرف، كاين بزاف الحوايج اللي الناس كيتعاونوا بعضياتهم باش كاع ما كيحتاجوا اوروبا الدوله. فهمتي؟ هذا هو. وانا البليزير ديالي فريمون نعاون الناس ونفرح الناس. اذا سي مصطفى الخصم سالينا فقره رده فعل، وغادي ندوزوا بعد قليل باش نشوفوا فقره صحيح ام خطا. إذا عدنا مع الفقرة الموالية اللي هي صحيح أم خطأ. سي مصطفى الخصم أنا أعطيك بعض الأسئلة وغادي تجاوبني بصحيح أم خطأ. إذا صحيح أم خطأ أنك صراحتك خلقت لك بزاف ديال العداوات مع الناس؟ لا، واخا تكون نيشان ما كنش أنا بعد ما أنا بالنسبة لي أنا كنشوف ديما، كنشوف الشعب أش كيقول، المواطن المغربي أش كيقول، والصراحة ديالي بالنسبة للمغاربة كتعجبهم وأنا غادي هكا. أنا ما نتبدلش، واخا كيقول لي شي واحد هذاك الشيء اللي كدير ماشي هو، أنا ديما كنقول داك الشيء اللي كنفكر. صريح. ما كنخليش شي واحد وأنا ما كنكذبش، ماشي كنقول شي كنبغي نقول شي حاجة باش ندير البوز، كنقول داك الشيء اللي كنفكر. وأنا عندي واحد القضية، ما كنفكرش ملي كنهضر. فمك ما خرج. مرحبا. بعد نشوف شنو كاين. بصحتك. اذا صحيح ام خطا انك كتفكر انك ترجع لالمانيا وتكمل حياتك في المانيا؟ خطا. علاش؟ حيت المغرب ما كانش معسم منه، غير خصنا نزينوا حنايا المواطن المغربي، حنا خصنا نزينوا، حنا خصنا داكشي اللي خايب فيه خصنا نقادوه.
اللي ما كاديناش حنايا المغاربه اللي كنبغيو هاد المغرب والمعقولين ما نقدرش نميثوها ما نقدر نخليوها للناس اللي دابا شادينو سي ماشي ما داكشي اللي خلينا دابا الناس كاملين اللي كيفكروا وما عاجبهمش الحال دابا في المغرب يمكن لا سيتواسيون ماشي هي ديك غنخويو وحنا راه عندنا ما نعطيو لهاد البلاد غير خصنا نجمعوا ونتحدوا اللي اتحدنا راه هاد البلاد غتكون بحال الجنه. اذا صحيح ام خطا انك بغيتي تعتزل الرياضه يعني وتمشي لمجال التمثيل مجال الفني؟ جاتك فرص؟ بيان سور دابا راه كيجيو فرص باش نديرو شي فيلم ولا شي حاجه مي دابا انا هادشي عندي ثوازيام ولا كاتريام دابا عندي شنو عندي مهم عندي سياسه مهمه وعندي سي باش 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 نزيدو بالبلاد القدام نشوفو باش المواطن المغربي يكون فرحان في بلادو. حنا بلادنا زوينه عندها كلشي غير حنا خصنا نتعاونوا باش باش نقادوها مي ما نقدرش كنقول لك نخليو هادشي هكا. هادي عندي واحد الحاجه هي من الاول التمثيل سبور داكشي كامل داكشي كلشي كيجي من بعد وكيجي صدفه مي الاوبجيكتيف اللي عندي دابا هي نجحوا في السياسه باش نقدروا تكون عندنا الكلمه. اذا صحيح ام خطا ان جاتك واحد العرض من شركه عالميه اشهار غادي ديروا لهم العرض كان فيه مده العقد كان غيكون فيه مده سنتين ولكن كان تدخل ايادي خفيه اللي خلات ان هذا العرض ما يكملش وانك ما توقعش العقد يعني كانوا ناس اخرين اللي جاوا وقفوا لك العرض صحيح ام خطا؟ خطا. اشوفو كان بيني وبينك اشوفو كان لا خطا خطا ما كانش اللي قد يوقف لي ماشي شك كانوا هادشي بحال هادشي بحق ماشي واحد شي واحد دخل وقفوا لي توقف لي على واحد السبب وصافي مي ماشي الناس اللي زعما جاوا وقفوا لي سي با ما كاينش ما كاينش اذا اكيد اكيد خطا, خطأ. اذا فقرتنا صحيح ام خطا انتهت نعود بعد قليل باش نشوفوا الفقره المواليه. اذا فقرتنا المواليه هي فقره العدو صديق غادي نشوفوا شكون العدو شكون الصديق عند السي مصطفى الخصم. اذا السي مصطفى الخصم غنشوفوا بعض الصور وغتقول لنا شكون العدو شكون الصديق في هذه الصور. اذا غنبداو في اول صوره مومو صافي ما عندوش لي برينسيپ على شنو وقع لك معاه شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل بسيط مي كتعرف واحد صافي كتخليه وصافي بالحق ماشي عدو ديالي كان صديق ديالك هو مومو كان صديق ديالي مي صدق ما صدقش ما صدقش صافي وماشي شي حاجه. شنو المشكل اللي كان بينك وبينه؟ كان مشكل كبير؟ لا ماشي مشكل كبير المشكل ديالو ما كانش كاع المشكل هو المشكل كان عنده هو وصافي دابا ما تتهضرش معاه؟ ما تهضرش معاه صافي باسكو ما الرجوله قلت كنقول لك الرجوله ما تعرف واحد صافي قلب عليه صافي هادشي اللي كاين. نيكست اذا نشوفوا الصوره المواليه. على عمر هذا سبورتيف كبير بطل بنفسه وتا هو كيهضر ما شدو الفم ما كيسكتش كنحييه من هنا الرجوله. اذا بطل كتعتبر بطل كبير وكتلقى به يعني كتلقى به وكنشوفو كتشجعو بيان سور كنهضر معاه في التليفون كنشجعو الله يحفظو. اذا نمشيو للصوره المواليه. الملولي ملولي بلوغر حيت ديما انت وياه ماشي انا هيك انا كتجيني داك الشيء شويه الضحك صافي هذاك بلوغر يوتيوبر كيدخل العاق على ظهرنا وحنا كنعاونو كنشجعو مي هو راه شويه فيو مي واخا هكاك قاضي الغرض قاضي الغرض ولكن حيت دائما كنشوفو بانك انت وياه هو خرج مؤخرا بواحد الفيديو قال لك ما تبقاش تجبدني في لي زانترفيو اجي الا بغيتي اجي نطلعوا للرينغ يعني الا كان واحد النزال بينك وبينه غتغلبو ولا غيغلبك؟ غيغلبني اويلي وي لا تقولها وي سي فغي علاش حيت هو باقي صغير وانت شفتي؟ باقي صغير وانا شرفت وعشت طبي على الارض ما حدش قوي ما شفتيش فريمون راه غيتخاد عليك هذا الشيء خليه الله مرحبا
يعني انت الحلقه الاضعف انت ضعيف قدامه قدامه نقدروا نشوفوا شي نزال بينك وبينه لا ما نقدرش عليه خليه كتخاف شويه اللي خاف نجا داكشي اللي كاين داكشي تقول لي ماما اللي خاف نجا حيت نخاف عليك يولي ضاربك وانت الضربه القاضيه الكاو الكاو دابا راه تحت كاو مش تحت كاو داكشي نشوفوا الصوره الاخيره بدر هاري بدر هاري بدر بدر بطل سبورتيف كبير ديال كارير زوينه وراه ما تقول انا بدر ماشي صديقي كتعرفو كنعرفو تلاقيتو تلاقينا جلسنا عادي ماشي ما بدر بطل بيني وبينو احترام وهادشي اللي كاين معدو يا معدو شكون اللي احسن من الاخر انت ولا هو شكون احسن من الاخر بيتر بطل هاري بطل كبير علاش انت بطل صغير انا غير درويش متواضع لا انا غير درويش بطل تبارك الله بطل شحال هو خدا من شحال من فاز من مره من البطولات العالم ما نعرفوش اكثر منك اقل منك كل ما كل واش عنده بطوله العالم ما نعرف عنده الكيوان ما عمره ما لا كان قيل عنده شي بطولة العالم عنده شي بطولة العالم ولا كان نزال لا بالحق هو كيلعب بروفيسيونيل كيلعب على الفلوس اكثر ما كيلعب على بطولة العالم فهمتي هو كيلعب على داكشي ديال الكيوان هذوك التورنوا انترناسيونال اللي كتلعب على الفلوس مزيان يغلبك ولا تغلبو يغلبني وانت كلشي يغلبك كيفاش خديتي انت دون سوكا كيفاش خديتي هذوك البطولة العالم ما فهمتش 70 مرة ربحتي ايوا وغيجي الملولي ويجي بدر هاري وغادي الملولي راه الملولي بدر هاري بطل ملولي ناس شويه هكا مي هذا بقيتي واقف شويه يعني تقدر لا بدر شوف بطل وما عمرك ما تقدر تقول مع واحد بطل واش صحيح عليك ولا صحيح واش انت صحيح ولا هو صحيح اللي ما كتقالش وانا بحال اش نقول هو صحيح احترام ليه برافو عليك عرفتي قدر نفسك عرفتي بان الملولي غيغلبك وعرفتي بان بدر هاري غيغلبك تبارك الله عليك يعني كون انا نقول لك انا اللي غنغلب انا تقول لي شكون اللي غيغلب واش بدر ولا انا نقول لك انا ما نرضاش نقول هو لا انا كنرضى اذا هادو هما الاربع اشخاص اللي درنا لك زعما في العدو صديق ما لقيناش ننسى اللي غادي ندير لك واش عدوه ولا صديقه تنعرفوك بانك دائما بانوا لي انت مع الرجاله ما عندك حتى مشكل لا مع حتى مراه لا صديقتك مراه لا والو انا عندي مرتي مراه ونص وكنحبها وكنموت عليها وهي زعما شنو بغيت اكثر من مراه واحده كاينه مراه كان عندي ثلاثه العيات في حياتي ثلاثه هذه مغربيه مغربيه عندي امي ماما ادريسيا عندي ساره الشرايبي شكون هي ساره الشرايبي مراتك ساره الشرايبي وعندي لين الخصم هذيك بنتي تبارك الله ما شاء الله هادو ثلاثه العيالات اللي في حياتي اللي عندك حياتك واللي كنموت عليهم ما كاينش يعني ما كاينش حاجه اخرى مرا اخرى هذاك الشيء علاش قلبنا ما لقيناش يعني انت يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ما عمرك ما خسرتي مع شي مرا الهضره او يعني فام ان فام ديما خصك تحترمها تكبر بها واخا كاع هي تقول شي حاجه وتنسى ديما خليها ديما كما كيقول لك العيالات حنا كيقول لك حنا في العيالات زعما المغاربه كيعنفوا عيالاتهم وكيبغيو هذاك الشيء لا حنا ما خصك ماشي كل شيء هكا وفريمون ماشي راه كاين رجال اللي كياكلوا عصام العيال ديالهم في المغرب فهمت كنقولوا حنا انت ما عمرك عنفتي المراه ديالك الزوجه ديالك انا دابا هاي دابا انا مرتي 10 سنين وانا مزوج بها أول تزويجة ولا فايت مزوج؟ مجوج ومجوج ومجوج شحال مزوج مرة؟ جوج مرات قبل سارة الشرايبي جوج مرات ما صدقوش شو ديك شمي شو وكتفارق حبيا واخا هما ما كانوش بغاو يتفارقوا مي تفارقنا حبيا والآن وكانت الهضرة كدور كيعنفنا وكيديرنا وكيدير ومرتي اليوم كتقول لي انا مازال ما كنفهم هاد العيالات اللي قد يقولوا عليك هاد الشيء يعني كذوب كان بيان سي كذوب دابا حنا ما كنعنفوش حتى الرجال ما نعرفوش حنا كنعنفو مرا ما تفاهمناش الله يعاونك
لا من فهمتي. والاحترام باسكو انا الاحترام للمراه باسكو هذيك المراه الكبيره تبقى تكون امي تكون مرتي تكون اختي وانا ما بغيش ولا بنتي وما بغيش شي واحد يعاملهم خايب داكشي علاش انا ما نعاملش مراه خايب. تبارك الله عليك تبارك الله عليك سي الخصم. اذا هذا هو الفقره ديال العدو الصديق. غادي نعاودوا نرجعوا باش نشوفوا الفقره المواليه اللي هي اخطاء لن تتكرر. اذا وفقرتنا اخطاء لن تتكرر مع السي مصطفى الخصم. اذا اخطاء اللي لن تتكرر قلتي بانك اخطأتي ملي استقريتي في المغرب. كان خطا هذا؟ لا ماشي خطا. خطاك كان الخطا هو اللي كان مع الناس اللي تعاملت معهم في المغرب اللي هما وروني واحد الطريقه واحد المغرب واحد اخر. هذا هو ما ندمت. انا قلتها بغير ما قلتها بواحد الحراره بغير ما حسيت بها ندمت دخلت المغرب قلتها زعما. مي الطريقه باش خرجتها ماشي هي اللي فكرت فيها زعما. ندمت بان ندمت بان تعاملت مع شي ناس في المغرب دون المستوى اللي دون مستوى اللي ندموني باش دخلت المغرب. اذا هذا الندم هذا فيه حتى انك ندمتي علاش مثلتي المغرب عوض المانيا؟ لا ما عمري ما ندمت. شوف ما عمري ما ندمت. كاين شي حوايج اللي ندمت عليهم ماشي ندمت عليهم اللي يكون درتهم بواحد الطريقه اخرى مي باش مثلت المغرب هذاك هو كان شرف ليا وكان فريمون من احسن الحوايج درت في حياتي. داكشي باش اللي كيقول القلب داك الوطنيه ديالي هي اللي كتقولها. مي كيما قلت لك الفينانسمون تما فين ندمت تما فين كليت العصا. يمكن حيت تقتي في بعض المسؤولين اللي ما وفاوش بوعود ديالهم. بيان سور داكشي باش جابوني ماشي هو داكشي اللي عشتو من بعد. فهمتي كنت كنصحابني غنمثل المغرب وغناخذ المال وغنكون في المستوى الحق. انا مثلت المغرب وداو لي المال واخا كنت الحمد لله. شحال تقريبا الكاشي ديالك؟ ما نهضرش على هادشي دابا خلي ما كنبغيش. انا ما كنبغيش نهضر على بزاف غير بزاف بزاف. داكشي علاش ما بغيتيش تسينا نعينوك؟ نعينوني دابا. اذا نرجع بك الزمن الى الوراء شنو الاخطاء اللي ما عمرك ما تعاود ديرها ما تكررهاش؟ نتيق رابيمون. هذا هو اللي ما بقى الاخطاء اللي يكون دابا الزمان يولي بيا واحد 20 عام ولا 20 عام اللور ما نديرش داك الثقه اللي كنت كندير في الاول ونراجع نفسي قبل ما ندير شي قرار على شي حاجه اللي شي مسؤول كيكذب عليك وعارف كيكذب عليك وعارف ما يقدش يوفر بالحق يكذب عليك باش يوصل معاك يوصل الهدف ديالو اللي بغى هو. هذا هو الخطا الوحيد اللي انك ما تعاودوش. ما كاينش اخطاء اخرى لا. اذا وفقرتنا اخطاء لن تتكرر حتى هي انتهت. نعود بعد قليل نشوفوا اخر فقره اللي هي فقره اشاعه. إذا عدنا مع فقرة إشاعة سي مصطفى الخصم. عندي واحد الإشاعة هنا كتقول جامعة الهلالي قضاتك بعد ما كشفتي على فضيحة جنسية هزت منتخب التايكواندو. هذه إشاعة بصح أو خطأ؟ خطأ بصح. خطأ باسكو ماشي الجامعة الهلالي ديال التايكواندو هي دعاتني. خلاو الفتيات ديال ليكيب ناسيونال واحد جوج اللي دعاوني حيت هضرت على الفساد الجنسي اللي كان في لا فيديراسيون وانا ما عمري ما جبت السميه ديال هاد البنات وكيقول لي فيه الفس كيقفز. وجاو هاد الجوج بنات اللي فريمون اللي الهضره اللي كانت عليهم بالحقيقه وبالحق عمرهم ما جبدات سميتهم. جاو دعاوني في المحكمه الابتدائيه بنا على 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 السب والقذف والاشاعات الاشارات اشاعات بنا راني تشهير عليهم.
وانا ما عمري ما هضرت عليهم هما، انا هضرت على الفساد اللي كان في الفيدراسيون بحق مي هما دعوني حيت كان واحد الفساد في الفيدراسيون بين المدرب الفرنساوي هو والنائب ديالو تا هو فرنساوي ودختوره ودخوه كانوا كيديروا شي حوايج كيستغلوا الفتيات ديال ليكيب ناسيونال وداكشي اش دعوني وانا هضرت ديك الساعه وهاد جوج بنات تفعوهم باش يدعوني حيت عارفينهم هما اللي دايرين هاد هما دايرين كاينين في الواجهه واخا انا ما جبت سميتهم ماشي مشكل وهضرت على هاد فاطمه الزهراء ابو فارس اللي حيت معقوله وكتلعب وبطله عالميه جونيور وما بغاوش يديوها للجو اولمبيك اللي كانوا غيكونوا ومي هضرت عليها زعما بغاو يسكتوني هكا وهاد فاطمه الزهراء دابا حتى هي دابا شوفي باش تعرفي واحد الناس المسؤولين ما مسوقينش بينا خصهم يديروا لي ميداي ولا خصهم غير هذيك البنت هضرات على حقها غنحيدوها من الطريق واخا حنا عارفين هذه البنت غتجيب لنا ميداي وغتشرف المغرب وغتفرح المغاربه مي ما غنديوهاش غنسدوا عليها غنطفيوها حيت هضرات ياك ماشي مشكل حنا هضرنا عليها مي دابا جاتني هذه واحد والله هذه واحد السيمانه جاتني واحد لابيل من الاسبان بغاو يشدوها يديوها لاسبان ويعاونوها في لا كارير ديالها ويشجعوها هما قال لك دابا غير خصنا شي واحد اللي غي يدير لها سبونسور ويجيبها ياخذ لها البيي والسكن على ما توجد راسها باش تمشي تخدم تما فريمون كاين واحد المغربي دابا شاد ليكيب ناسيونال لا ماشي اسبانيا اسمحي لي بورتوغال هو واحد المغربي شاد ليكيب ناسيونال ديال البرتغال وجات تهو النفس على هاد البنت وعارف القدرات ديالها ودابا غيديوها للبرتغال ان شاء الله وغنتعاونوا معها باش تمشي للبرتغال حيت المغاربه ما بغاوهاش وعلاش حيت المغاربه ما بغاوهاش حنايا غنضيعوا البنت لا اللي عندها مستقبل اعطيها لدوله اخرى واعطيها دير المستقبل ديالها وفين تبان اذا وفين وصلت القضيه ربحتيها او لا القضيه ديال الدعوه الدعوه لا هذيك ربحتها وخديت البراءه ديالي وداك الشيء كلشي خاوي واستانفوا وخديت البراءه وثاني ومحيت شوف ما كذبناش وما قلنا حتى حاجه فهمتي شي حاجه ما كاين ماشي دليل كلشي باين ثم بغيتو دير هما دابا علاش دعاو قال لهم دعاو اش ما دعانيش لافيدراسيون حيت انا هضرت على فيدراسيون علاش ما دعانيش المدرب التكني الفرنسي علاش ما دعانيش هو حيت جبدتو هو علاش ما دعانيش هذاك اللي معاه صافت غير البنيتات اللي دعيونا باش ما هيكون دعاني يكون فضحتو تبارك الله عليك سي مصطفى الخصم اذا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا كلمه للمشاهدين المغاربه كاملين شنو نقول لكم هاد العام سيروا تقيدوا صوتوا اللي ما بغاش اللي بغى يصوت يصوت اللي بغى يدخل السياسه يدخل السياسه باش نقدروا نبدلوا هادشي مجموعين اللي ما دخلناش انا ماشي شفار وكاين بزاف الناس ماشي شفاره وكيبغيو المغرب وكيحبوا المغرب وبغى المغرب يزيد لقدام ماشي بغينا نهربوا من المغرب باش نخليوه ليهم اجيو نتعاونوا بعضياتنا ونزيدوا بهذه البلاد قدام وما نخليوهاش لهاد الشفاره. شكرا سي مصطفى الخصم، شكرا على تلبيتك الدعوه، شكرا للمشاهدين على متابعه الحلقه، ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه القادمه مع ضيف جديد.